بسم الله الرحمن الرحيم، نستكمل معا الحديث حول الإجراءات الداخلية لتنظيم الخطاب من وجهة نظر ميشيل فوكو. الإجراء الأول أو النقطة الأولى هي ما يمكن أن نطلق عليه الحكايات الكبرى والشروح والتعليقات والنصوص المكررة. الحكايات الكبرى يعني طبعا كما ذكرنا أن هناك ربما تكون صعوبة في فهم أو في تحويل يعني اللغة الفلسفية إلى إجراءات واضحة، لكن الحكايات الكبرى هي المقصود بها أنه في كل مجتمع هناك عدد من المسلمات والأفكار والرؤى يمكن اعتبارها أنها في مكانة أعلى قليلا من كل الأفكار وكل الآراء التالية لها. من ثم أي نص إذا ما أراد أن يحقق نفس النجاح اللي حققته هذه الحكايات الكبرى فهو لابد أن يدور في فلك هذه الحكايات الكبرى فكرا ومعنى وأسلوبا حتى. فإذا افترضت مثلا أنه أشعر الشعراء أحمد شوقي، إذا كل من يكتب الشعر لابد أن يدور في فلك شوقي، يشوف إيه ما يميز أسلوب شوقي وإيه ويكتب زي ما بيكتب. إذا افترضنا أن هناك مسلمة تقول أو أن هناك حكايات كبرى، يعني لفظ الحكايات الكبرى مش مقصود بها القصص إنما مقصود بها الأمثلة الكبرى التي والكبرى مقصود بها التي تحظى بمكانة مهمة في المجتمع. وهذا يعد إجراء داخلي لأنه النصوص لا يتم منعها كما ذكرنا من خلال تلقي الآخرين، لا ده من جوه النص نفسه، من جوه الخطاب يسعى الخطاب إلى أن يدور في فلك هذه القصة الأكبر حتى يصبح أو حتى لا يعد شاذا من ناحية، وحتى ينجح في أن يعني يقترب من النجاح الذي حققته القصة الأم، يعني إنجاز التعبير. فبنجد أنه فوكو يرى أنه ما يأتي بعد ذلك لا يعدو كونه مجموعة من الشروح، مجموعة من التعليقات، مجموعة من النصوص المكررة، تكرار للنص الأول وللحكاية الأولى التي اكتسبت هذه المكانة. وبالتالي لن يكون هناك جديد في المعنى، لن يكون هناك جديد في الأسلوب، لن يكون هناك جديد في أي شيء، إنما ربما الجديد في كيفية العودة إليه. يعني ممكن باللغة البسيطة كده أو الدارجة ممكن الناس تسقف أو تتبسط أو تعجب بالطريقة التي نجح بها في العودة إلى الحكاية الكبرى أو المسرودة الكبرى أو التي نجح بها في أن يحاكي هذا العمل المثال. يبقى لو تلاحظ هنا أنت عندنا إجراء خارجي بيضع شروط تجعل من هذا العمل عملا مثالا يحتذى به، تجعل منه عمل كلاسيكي، تجعل منه عمل خالد. ثم إجراءات داخلية من داخل الخطاب نفسه طبيعي جدا انه يحاول ان يحاكي هذا العمل الخالد. يبقى اذا احنا وكأننا ندور في حلقة مفرغة من التكرار، قوة معينة خارجية تضع المثال ثم نحن دون وعي من داخل خطاباتنا ونصوصنا نحاول ان نقتدي بهذا المثال الذي تم وضعه لنا. لا يسمح للخطاب ان يناقش لماذا اعتبر هذا العمل من الأعمال المثال ومن الأعمال النموذجية، ولا يسمح أيضا
إذا ما حاول أن يضع شروح وتعليقات أو نصوص مكررة لا يسمح لها إلا أن تحاكي هذا العمل المثل. من الإجراءات الداخلية أيضا المؤلف أو الذات، ويعني بدون شك لا يوجد نص إلا وله مؤلف، له صاحب. طيب في مجتمعنا في حياتنا الاجتماعية الطبيعية، لا، في نصوص عديدة ليس لها صاحب. هناك نصوص المجتمع هو الذي تنسب للمجتمع، يعني أمثلة أمثال بعض الحكم، بعض الجمل الموروثة، هذه أمور المجتمع هو صاحبها، لا تستطيع أن تحدد من أول من استخدمها أو من أول من أطلقها. يعني لدينا نوعان من الخطاب. النوع الأول هو الخطاب العلمي، والخطاب العلمي كما يذكر فوكو لابد من تعزيز هذا الخطاب بمعرفة المؤلف، و هو يقول أن المسألة دي بدأت تقل مع الزمن، لكن يبقى أنه طالما أنك ذكرت نظرية علمية أو ذكرت وجهة نظر علمية أو رأي علمي، لابد أن تذكر لنا من صاحب هذا الرأي، وده طبعا يعني أمر طبيعي ومنطقي. في الخطاب الأدبي هناك نصوص كما ذكرنا، صحيح حكم أمثال جمل موروثة ليس لها صاحب محدد يعني، لكن أيضا كما في الخطاب العلمي إذا كنت بتذكر صاحب هذا النص لتأكيد صحة الفرضية العلمية اللي أنت ذكرتها، ففي بقية النصوص، في النصوص الأدبية على سبيل المثال، ذكر المؤلف لا بيضفي للنص كثيرا من الأهمية دون شك، حتى وإن كان النص ليس على نفس مستوى بقية النصوص. يعني هل كل ما كتب نجيب محفوظ على سبيل المثال نفس المستوى من الدقة والبراعة والجودة والتألق والفكر والعمق والغزارة؟ مؤكد لا، يعني لا شك في ذلك، مش كله بنفس المستوى ونفس الدرجة، لكن مجرد إضافة اسم نجيب محفوظ أصبح العمل له مكانة خاصة ومتميزة. هذا ليس عيبا في نجيب محفوظ، إنما هو عيب في الآليات التي نضعها نحن في مجتمعنا. بينما إذا وضع اسم آخر مجهول ربما لا يلتفت أحد لهذا النص، رغم أنه قد يكون أروع وأفضل وأكثر دقة وعمقا وغزارة من نصوص أو من خطابات أخرى كتبها أسماء لامعة وأسماء مشهورة. إذا تجنبنا نجيب محفوظ، يعني ذكر نجيب محفوظ، ذكرنا أسماء أخرى نالت من الشهرة درجات كبيرة، وربما لا يكون سبب هذه الشهرة عمق وغزارة ما كتبت، وإنما أسباب أخرى. ويبقى أيضا أن هذه الشهرة تعزز وتمنح هذه الخطابات انتشارا وقوة، في حين أن نصوص أخرى تهمش ربما تكون أفضل منها، لكن للأسف المؤلف غير معزز يعني اجتماعيا. نستكمل بمشيئة الله في الجزء القادم، تنظيم الفنون والعلوم.